أهلا بكم في المناظرة اليومية. بعد نشر التقرير عن تجاوز عدد العرب الفلسطينيين لعدد اليهود ما بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، أفادت وزارة الشتات الإسرائيلية برئاسة الوزير نفتالي بنت عن وجود نحو 60 مليون شخص في العالم لهم علاقة أو صلة باليهودية أو إسرائيل، وبادرت الوزارة إلى فحص إمكانية جلبهم إلى إسرائيل وتهويدهم. كما وقالت الوزارة أن الهدف هو تعزيز العلاقة مع الدوائر ذات العلاقة بإسرائيل وليس التهويد الجماعي. تزامنا مع ذلك، أظهرت نتائج التعداد العام الفلسطيني والتي نشرت اليوم أن العدد الإجمالي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وصل إلى نحو 4.8 مليون نسمة. قالت لجنة عينها وزير شؤون الشتات الإسرائيلية إن هناك نحو 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لديهم صلة باليهودية أو إسرائيل، مشيرة إلى أن هناك مجتمعات يمكن استقدامها إلى إسرائيل وتهويدها وفقا لصحيفتها أرتس الإسرائيلية. وتدعو توصيات اللجنة إلى التواصل مع هذه المجتمعات وتعريفها بالمحتوى المتعلق بإسرائيل واليهودية. وردا على ذلك، قالت الوزارة إن توصيات اللجنة لم يتم تبنيها بعد، وأن هدفها تقوية الروابط مع أولئك الذين يشعرون بالارتباط مع إسرائيل وعدم الدفع من أجل إجراء تهويد جماهيري. أود أن أهنئ الوزيرة بنت على إنشاء اللجنة لدراسة المجتمعات المحلية ذات الصلة بإسرائيل. هناك عشرات الملايين من الناس في العالم لهم صلة باليهودية، بين العرب في البلاد أيضا. هناك العديد منهم على مر الأجيال كانوا يراقبون بشكل علني أو سري العديد من العادات اليهودية. لن أسمح بإقامة هذا الأمر بهذه الطرق. أعتزم بدء مناقشة حول هذه المسألة في لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات التابعة للكنيست. بالإضافة إلى ذلك، فقد أرسلت طلبا مباشرا إلى وزارة الشتات وطلبت إجابات مفصلة فيما يتعلق بالتقرير واستنتاجاته. وسلمت اللجنة توصياتها إلى الحكومة في بداية هذا الأسبوع، داعية إلى صياغة خطة لتحديد أولئك الذين لديهم صلات معينة باليهودية لكنهم ليسوا مؤهلين حاليا للهجرة بموجب قانون العودة الإسرائيلي، وثم إدخال مجتمعاتهم إلى الدراسة اليهودية واللغة العبرية والثقافة اليهودية والإسرائيلية. وإذا قبلت الحكومة الإسرائيلية التوصيات فإنها ستبدأ العام المقبل، وستكون أهداف البرنامج على مدى العامين القادمين القيام بعلاقات عامة وعمل إعلامي في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم. أسست اللجنة عام 2016 من قبل وزارة شؤون الشتات الإسرائيلي التي يرأسها وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بنت، رئيس حزب البيت اليهودي. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور ايدي كوهن، محلل سياسي اسرائيلي، مرحبا بك، وخبير في شؤون الشرق الاوسط. ومعي السيد منير صغير متحدث باسم احياء القدس الشماليه، مرحبا بك. ابدا معك بالنسبه، ودعنا نقول قبل ساعه واكثر من الان تم نشر احصائيات فلسطينيه رسميه. نعم، تضعني في هذه الأسئلة. طبعا تم نشر الإحصائيات الفلسطينية الرسمية واللي اشتغل فيها 11 ألف عامل، ومن طبعا تحت مظلة المجموعة الأوروبية وتحت مظلة هيئة الأمم، فهي إحصائيات دقيقة نوعا ما على أساس تبين تعداد الشعب الفلسطيني، تعداد اللاجئين، تعداد العمال، تعداد المساكن الموجودة، المباني، تعداد المنشآت، نسبة تعداد أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الشعب. وما الفرق بينه وبين الإحصاءات الإسرائيلية؟ هناك فارق بسيط جدا طبعا بينه وبين الإحصاءات الإسرائيلية، لأن الإحصاءات الإسرائيلية تقديرية وأخذت من جهات غير رسمية وبالتقدير تقريبي، بينما هنا إحصائيات عمل فيها 11 ألف موظف بجمعها في خلال فترة ما تزيد عن سنة، ولغاية 1/12/2017 كانت هذه الإحصائيات النهائية اللي اليوم تم نشرها للعالم، اللي بتتكلم على وجود 4,780,978 فلسطيني، منهم 1,899 نعم، منهم 1,899,291 يعيشوا في غزة والبقية تعيش في الضفة الغربية. أيضا هناك إحصائية بتقول أنه بالنسبة للمسيحيين، نسبة المسيحيين في الشعب الفلسطيني اليوم هي 1%،
كانت 1.5% في 97، ولكن ضغوطات الإسرائيلية وتضييق الإسرائيلي على إخواننا المسيحيين وحتى على الكنائس وحتى على الأمور هذه خلاهم طبعا يرحلوا ويهاجروا لبرا، لأنه صعب المعيشة في ظل الاحتلال، في ظل معاملة غير إنسانية، في ظل ابتزاز لهذا الشعب وإمكانياته. طبعا احنا بنتكلم معيشة واضح أمام العالم بأنه معدل الأجور أو الحد الأدنى بالأجور في فلسطين أو في عند السلطة الوطنية هو 1450 شيكل بالشهر للعامل، بينما في إسرائيل 5300. وكيف ترى الأنباء التي تتحدث عن نية نفتالي بنت من وزارة الشتات جلب ليس فقط جلب 60 مليون يهودي أو وضعهم في دائرة دعم لإسرائيل؟ حتى هو أنه أن يكون هناك يهود في العالم ليدعموا إسرائيل في أمورها شيء عادي وطبيعي. أي يهودي موجود في الخارج بده يدعم هذا الوضع، لكن هل هذا اليهودي في الخارج الآن في المرحلة هذه هل فعلا بيكون عنده قناعة أنه يجي يعيش هوني أم لا؟ هذا سؤال مهم جدا اللي لازم أي إسرائيلي يجاوب عليه، بناء على أساس أنه التغييرات اللي حصلت في إسرائيل أو الوضع الموجود في إسرائيل فرق كبير بين سنوات الثمانين والسبعين أيام بيغن وأيام رابين وبين السنوات هذه اللي الآن في كنيسة متطرف، في كنيسة عنصري في الوقت. وإحنا شفنا هذا الكلام لما طرد مندوب الكنيسة من خلال مندوب الكويتي أمام 152 دولة، لم تعترض دولة واحدة كمان في الوقت نفسه. الآن إحنا في معركة مع الاحتلال لدرجة أنه نفتالي بنت جعل من القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين لحاله. اليوم لا يجرؤ يهودي يجذر في القدس. هلا اللي ساكن في داخل القدس من المستوطنين واخذ بيت او قاعد في بيت، لما بده يطلع من بيته بيتصل في حرس الحدود وفي الشرطة وفي المخابرات، فبيجوا بيطلعوه من بيته وجماعته، بيطلعوهم كمبوي من نقول شارع الواد او شارع باب خان الزيت، بيطلعوهم للقدس الغربية. ولما بدهم يرجعوا نفس الطريقة لا يمشي الا في حراسة. فهم لحالهم اعطونا عاصمتنا هي نظيفة الان ما فيها. نعم. لك الرد دكتور إيري. أولا لا خلاف مع الضيف بالنسبة للأرقام، هم يعلمون كم عدد الفلسطينيين أكثر مننا، عندهم إحصاءات رسمية. ثانيا هو تكلم عن المسيحيين الذين نحن نضطهدهم، يعني المسيحيين مضطهدين في السلطة الفلسطينية، المسيحيين مضطهدين من قبل حماس. من هذيك السنة حرقوا كنيسة في بيت لحم، وكان هناك تعتيم إعلامي شديد من قبل عصابة أبو مازن. لا لا أهم لا خليني أحكي أبو المعروف. حماس دمر الكنائس المسيحية بغزة، المسيحيين اضطهدوا من قبل كل العالم العربي، وهذا وكمان عند الفلسطينيين. يعني هذا شيء معروف ما في له حكي. المسيحيين الذين عندنا حتى العرب اللي عايشين في دولة إسرائيل معززين ومكرمين وهم يعلمون ذلك، وهم يضطهدون المسلمين، يضطهدون الناس كثير. ما بدي فوت بهذا الصراع، هذا صراع. لأنهم مش معززين عندنا، بيشاركوا بالانتفاضة، شاركوا في الوقف باب الأقصى، شاركوا في كل الأمور اللي تخص الشعب الفلسطيني. صراع الفلسطيني الفلسطيني. هو بيحكي عن أنت تخالف ما يوجد، بيحكي عن غزة في غزة، في الكنيسة، في الانتخابات. محمود عباس اختاروا حماس، هو الذي فصل غزة عن الضفة، مش نحن، مش الاحتلال مثل ما بيقولوا كما يزعمون. هو محمود عباس أطفأ نور غزة، سكر، وقف الرواتب. هو في حرب، هناك حرب داخلية فلسطينية، فلسطينية من 12 سنة، وما بينفع دوحة 5 دوحة 6 مصر 5 مصر 6 ما بينفع. هناك اقتتال مستمر داخلي فتحاوي حمساوي ولن يخلص هذا الاقتتال. هذا تفضل. بالنسبة لهذه المبادرة باستقطاب 60 مليون يهودي إلى إسرائيل لدولة إسرائيل، لما كان في إسرائيل استقطاب 60 مليون. دولة إسرائيل لديها أصدقاء في جميع العالم، وفاجوك وعندهم أصدقاء عرب يتصلون به ويدعمون كمان دولة إسرائيل، عرب ومسيحيين وأكراد ومن جميع الأشكال. وهناك أيضا مسيحيين، وهناك لدينا علاقة مع مسيحيين مع من الولايات المتحدة، وهم يتبرعون بأموالهم. دولة إسرائيل في السنوات الأخيرة العشرة يعني لم تعير اهتمام لهؤلاء الأشخاص. هؤلاء الأشخاص مش يهود، لذلك يعني هناك محاولة إحياء أو توطيد العلاقات مع الناس المش يهود، مسيحيين،
عرب، في منهم مسلمين مش يهود. وهذه انا يعني هذه محاوله يعني لازم تكون، وانا ابارك هذه المحاوله. هناك اشخاص يريدون التبرع، يريدون تجند الجيش الدفاع الاسرائيلي. لكن دعنا نكون واضحين، هناك صراع ديموغرافي في المنطقة. لا، ما في صراع ديموغرافي. كانت إحصائيات إسرائيلية، اليوم إحصائيات فلسطينية. طيب يكونوا 50 مليون، شو خصنا؟ نحن دولة إسرائيل دولة قوية، دولة عظيمة، هناك جدار، شو بدنا فيهم يعني؟ لا، بالنسبة للفلسطيني إذا كانت الإحصائيات وعدد الفلسطينيين بين النهر والبحر هو أكبر، الذهاب إلى دولة واحدة والعيش كدولة واحدة. هذه مزاعم، هذه تخويف، فزاعات. نحن لا نخاف، المثقفين في إسرائيل لا يخافون من هالكلام الفاضي. مصر 100 مليون، شو منخاف من المصريين؟ يعني شو هالحكي؟ حتى لو كانوا 50 مليون، هذه دولة. لقد قالها بن غوريون: أنا أؤسس دولة يهودية في إسرائيل، هذه سوف تبقى دولة يهودية غصب عن كل العالم العربي، دولة يهودية لك مش دولة عربية. عندهم 23 دولة عربية وكل العالم العربي يحترق، العالم العربي يحترق. ذاك الرد سيد موني. أولاً، أول جزئية بدي أرد عليها، هو يتهم عباس ويتهم صراع بين حماس وفتح والجهات هذه كلها. الصراع موجود وين ما كان في العالم بين كل الأحزاب في أي دولة كانت، وإن الصراع موجود بين المتطرفين وبين ميرتس، بين اليسار وبين اليمين، موجود بشكل ليس كبير. ليس مسلحاً. نعم، وليس مسلحاً أيضاً هناك. بزتهم الأبراج. القضية الثانية إنه يأتي بمعلومات خاطئة. يعني الغريب إنه إنسان يمثل ويحكي وممكن يكون بروفيسور في جامعة وكذا ويأتي بمعلومات كاذبة. الأب منويل في غزة، في الكنيسة في غزة، في الانتخابات 2006 87% من المسيحيين انتخبوا الحركة الإسلامية، وهم يعلموا بأنه الحياة الجميلة مع المسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا هي مع الحركات الإسلامية. كما عاشوا اليهود في إسبانيا أيضا في الأندلس 600 عام مع المسلمين، كان العصر الذهبي لهم، واللي بيعيشوا في المغرب اليوم عايشين معزدين مكرمين أكثر من في إسرائيل. بس المغرب شو صار بالمليون؟ لو سمحت لي خليني أنهي. لو سمحت لأن معلوماتك كلها كاذبة. تاني لا شيء، لا لا لا. الذي يقتل غزة هم دولة الإرهاب، دولة إسرائيل هي التي تقتل غزة. لماذا تقتل غزة؟ لما أنه بيبتزوا أموال الشعب الفلسطيني المتعلقة بالغذاء والمتعلقة بالتعليم والمتعلقة بالصحة، هلق بكل متطلبات الحياة، أبسط أنواع الحياة للناس، ما بيدفعوا هذه الأموال إلا ضمن شروط، وبطلبوا من الأجهزة الأمنية ومن عباس شروط قاسية جدا. يعني هم بيحاولوا يستعملوا عباس والأجهزة الأمنية ويعملوا من عباس مسخرة أمام شعبه. وللأسف أنه سيفشلوا في هذا الكلام، لأنه إحنا شفنا شغلة مهمة ولازم دائما يذكرها، أنه اللي يقدر يحول الحجر لصاروخ قادر مستقبلا أنه يفاجئك وفاجئني. زي ما قال نتنياهو هناك مفاجآت، وحسب حساب لهذه المفاجآت أوقف الحرب لما أغلق سماء إسرائيل. ما هي المفاجآت؟ ممكن يجينا كيماوي أو يجينا بيولوجي على هذه الصواريخ. لو أتى الفيروس على الصاروخ بدنا نعيش أنا وياك 24 ساعة لابسين كمامة، بدنا نسكر شبابيكنا وبابنا. ما تقول لي بخاف وبخافش، أنتوا تجربوا، أنتوا بسياستكم. نحن صدام حسين نستعمل كيماوي؟ لو سمحت لي، بسياسة التسكير وسياسة الابتزاز وسياسة البلاك ميل اللي بتسمى عالميا، اللي هي أنتوا تبتزوا الشعب الفلسطيني بأمواله. ولذلك أنا بسألك سؤال أبسط من هذا الكلام، ليش الأستاذ عندي أنا في الضفة معاشه 2000 شيكل وهوني حقه 7000، واثنين بيشربوا نفس الماء وبيأكلوا نفس الأكل وبيستعملوا نفس الكهرباء؟ هذه شروط إسرائيلية، السلطة فاسدة، إسرائيلية تفترض على السلطة، وهذا كلام مرفوض. السلطة فاسدة، دعني أنت قلت قبل قليل سيد منير، سيد منير لحظة، قبل قليل قلت بأن إسرائيل هي التي تقتل غزة، لماذا لا تلوم مصر أو حتى لا تلوم السلطة الفلسطينية؟ أولاً يعني خلال الفترة الأخيرة إسرائيل تدخل، لأنه هناك احتلال يا أخي، هناك احتلال وأقر العالم أنه هذا احتلال، والاحتلال يجب أن ينتهي. مصر ما لها علاقة، العلاقة هون في فلسطين. لماذا مصر تغلق مع برا؟ لماذا مصر تغلق مع برا؟ لن يجيبك تغلق بأوامر إسرائيلية ومصالح إسرائيلية مصرية مشتركة. أنا بحكيك بوضوح، هناك مصر يعني عم بتخون عبد الفتاح السيسي، يعني السيسي خاين عميل إسرائيل صهيوني. أنا ما بقول خاين، له مصالح معينة في هذا. شو أي مصالح؟ أنا بقول لك في المصالح، شو المصالح؟ إسرائيل
إسرائيل تدعم الإرهاب الموجود في سيناء. إسرائيل التي تدعمه. إسرائيل تدعم داعش. الفلسطينيين نعم الفلسطينيين ما لهم علاقة. مش المسك واحد أو اثنين أو ثلاثة من إسرائيليين يهود في داعش المسكوا، وفي هناك تحقيقات في هذا الكلام. يهود بداعش. نعم من وين أجيبها؟ نعم هي معلومات موجودة. هل سمعت يهود تجندوا داعش؟ راح تسمع هذا الكلام. نسأل الاستصفرار. اسمع يهود تجندوا داعش. الذي يمول لم يسمع. في سيناء هو إسرائيل ومصر بحاجة لأن تعمل يعني على قطاعين توقف لتوقف تمويل هذا السيسي يتلقى السيسي. ليس هناك سيد منير يعني أنت تقول دعنا نكون دقيقين يعني أنت تقول أنت تقول بأن السيسي يتلقى أوامر من إسرائيل مش يغلق. أوامر يتعاون مع يتعاون. بتنسيق زي ما السعودية زي ما يعني أبو مازن يتعاون لحظة سفير إسرائيلي يعني ما تقوله بأن أبو مازن يتعاون مع إسرائيل أبو مازن بالبداية طبعاً جلس السلام وفتح صدره وفتح إيديه وقال لهم تعال ودخل دخل إلى هنا في سنة 94 أبو مازن والشهيد ياسر عرفات دخلوا بلا سلاح رافعين إيديهم. واحد يدخل بلا سلاح داخل عيش ولا داخل قاتل؟ أنت إنسان عادي طبيعي شو بتقول؟ داخل قاتل. اسأل الملك حسين شو عمله بالأردن. ولما قعد مع رابين قبل ما أسأل الملك حسين لما جلسوا مع السيد رابين واتفقوا على أنه ما بدنا نشوف دماء في الشعبين، ما بدنا نشوف قتل في الشعبين، جايين نعيش. للأسف أنتم عندكم قتلوا الأربين لأنه بدونش السلام، لأنه كله دجل. اللي موجود هوني هو الإرهاب الحقيقي في دولة إسرائيل واللي بتستعمل فيه ابتزاز للشعب الفلسطيني. يا أخي تعال بكرة أعطي على أولاك بدناش يا السلطة، بدناش أي جهة تكون مسؤولة. تفضل يا إسرائيل كوني مسؤولة كما كانت في السابق. بتقدر على هذا الكلام؟ بتقدر أعطيك أنا إحصائيات عندي اليوم؟ في عنا اليوم ذوي احتياجات خاصة لحاله في الشعب الفلسطيني 255,000 تعرف ليش هدول؟ مشان انتم بتتزوجوا مع بعضكم. لا 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 هدول اصابات. انتم بتتزوجوا مع بعضكم. هدول اصابات ممنوع. شخص ممنوع يتزوج مع ابن عمته. ما تضحك علي انا ما في المجتمع الفلسطيني. ذوي الاحتياجات الخاصه. لا تتزوج مع ابن عمتك. مش هاي المشكله. هاي المشكله حبيبي. تودي من الوطن العربي كله موجوده. المشكله الاساسيه انه هؤلاء الناس نسبه 80% منهم اصيبوا في احداث التعبير عن الراي المظاهرات السلمية أصيبوا في نعم 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 كلهم ذوي احتياجات خاصة إصابات ومستشفيات الغد وصلت الفكرة سيدي تفضل وكسور اللي هم العرب بيتزوجوا مع اولاد عمومهم واولاد خالاتهم ومشان هيك بيطلع الاولاد للاسف ذو احتياجات خاصه. هذا اولا بيطلعش 255 ثانيا بيطلع كله بيتزوجوا مع اولاد عمومهم. هذا المجتمع العربي للاسف 30,000 هذا ليس الموضوع. هذا ليس الموضوع. مصر اغلقت معبر رفح وبوابتها على الفلسطينيين. أبو مازن أغلق النور وشوف شو بيعملوا مظاهرات ويحرقوا بأمر من إسرائيل كل شيء إسرائيل حتى لو العربي يعني يضربهم أمر من إسرائيل وأمريكا رئيس حكومة الكيان الفلسطيني إجا لعزة كانوا حيقتلوه. يعني هناك اقتتال داخلي نحن ما خصنا عم بيقتلوا بعضهم. تستعجلش على رئيس الوزراء لأنه راح يبين أن الموساد لها اليد فيه راح يبين ما مسكوا في غزة. اسمعني زي وقت لو سمحت لي زي وقت ما افتحت اسمعني سيد نبيل فقط دعنا نطير معلومات تعرفها جيدة. لما قتيل مازن فقها تم ضبط 48% من العملاء اللي كانوا يخدموا إسرائيل. يعني فقئت عين من عيون إسرائيل بقيت عين. الآن مسكوا اللي قاموا بالعملية بس مش راضين يعلنوا عنهم. مش راضين يعلنوا قبل ما يمسكوا بقية الخلايا زي ما وقت يعني مازن فقهاء يعني مسكوا إسرائيل. يعني اللي قتل مازن فقهاء ثلاثة بس هم مسكوا معهم 48% من عملاء إسرائيل مازن في غزة. مازن كبيرة مازن الآن في هذه المرحلة بدهم يمسكوا كل المشاركين حتى يمسكوا الشبكات. أعلنوا من نفذ العملية. يعني حماس لم تعترف ان اسرائيل الان اعلنوا شريط فيديو كامل 15 دقيقه من هل حماس اتهمت اسرائيل؟ حماس اتهمت فتح وفتح اتهمت حماس. هو بيتهم اسرائيل يعني هيك العرب يعني ما لا ليس لديهم ما يعني حقائق يتهمون ويلومون اسرائيل ويلومون الموساد. هذا الشيء المشاهد العربي بيعرفه. من الذي له حماس ما قالت حماس ما حماس لو بدهاش اللي هو الحمد لله تستطيع أن تقيله من ثاني يوم بدون قتل بدون أي شيء. من له مصلحة غير إسرائيل في هذا الكلام؟ أنتوا أصحاب المصلحة في هذا الكلام. الموضوع من هو صاحب الفائدة في هذا الكلام؟
دولة بتحطه في ظهر أبو مازن وفي ظهر جهات هذه وظهر جهات العالم الغرب بيتبرع لفتح كمان بيعطيهم بضائع وبيعطيهم فلوس ويعني وهدول فلسطينيين من عندهم من عكر ظهرهم قالوا لي بيجوا التبرعات والفتح بيبيعون يبيعون المواطنين وكل الأموال بيحطوها بجيوبهم. عندك سلطة فاسدة حتى الفلسطينيين يأكلون ذلك. هل يعني سلطة عباس فاسدة؟ طول بالك طول بالك. من هيك مشان هيك كل الأموال حرامية. أنت بتعني أنه في عنا حرامية؟ مش حرامية. طيب. أنا بحب أقول لك شغلة يا أستاذي نعم. عشان تكون بكل بساطة تنهي هذا الكلام ما تحكيش فيه مرة تانية نعم. إحنا لما بنينا بيتنا الفلسطيني بنينا من ذهب ولكن عملنا في قلبه مرحاض. بس المرحاض اللي عنا نخليش ريحته تطلع بنحاسبه في الوقت اللي زعيم اللي انسجن عندك رئيس الحكومة أولمر انسجن سجن بس نعم انسجن حرامي رئيس حكومة والآن نتنياهو بده ينطلب لك شرطة بده يتحقق معه بده عمله شهر سرقة على الأقل عنا عدالة آخر إشي آخر لا لا دعني أعود بكم لكن سيد منير دعني أعود بكم لكن في نهاية احنا بننكرش انه في عنا احنا بننكرش انه في عنا لا دعني أعود بكم لا دعني أعود بكم في نهاية المطاف يتم محاكمة هؤلاء الأشخاص لكن هل برأيك هناك صراع ديموغرافي حقيقي نعم. بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ نعم هناك صراع ديموغرافي حقيقي وأنا بحكيك بكل وضوح والتجربة كانت عندنا في تموز لما نزلوا المسلمين والمسيحيين مع بعض في القدس وجلسوا في شوارع القدس وقت مشكلة بوابات الأقصى نزل نتنياهو 13,000 جندي وشرطي لأن هناك صراع ديموغرافي ولم يستفيد شيء نزلهم تحت الغبرة تحت الشمس تحت الخوف تحت الرعب تحت كل ولم يمنع عمليات في نفس اليوم صارت عملية اللي قام فيها عمر العبد اللي في حلميش احنا مش مع القتل ولكن لم يمنع عمليات لم يمنع اي شيء لم ياتي بخير لشعبه الاسرائيلي للاسف انه اذا انتم بتضلوا تدعموا في زعيم بهذا النوع اعتقد انه النهايه هي نهايه الدوله بدات انا هيك بقدر اقول نهايه اسرائيل بدات في هذا الكلام لانه انتم بحاجه لمن وصلت الفكرة. يكون مثل بيجن نصائحك مثل بيجن يعي اين المصلحه قدم لشعب الإسرائيلي والشعوب العربية لما قلب الطائرة هو السادات لخبز وحليب للأطفال قدم شيء جيد نعم. للحدود شكرا على نصائحك دولة إسرائيل نعم. هي دولة عبرية يهودية وسوف تبقى كذلك إلى أبد الأبدين ولسنا يعني بحاجة إلى كل هذه النصائح دولة إسرائيل لا تستغل الفلسطينيين بالعكس كل الغزة مفتوحة والشاحنات كل يوم عندهم مشاكل عندهم فساد عندهم اقتتال داخلي عندهم سرائين بيسرقوا كل الأموال عندهم يعني لازم يعملوا أنا بسمع من 86 ترتيب البيت الفلسطيني بعضهم هلا ما بيعملوا ترتيب وين أموال عرفات وين أموال عرفات وين أموال عرفات؟ موجودة بباريس تستثمر موجود بتستثمر أكيد في دول أجنبية موجودة كله موجود وينه؟ شوف أنت أولاده لمحمود عباس اسمعني مشكلتكم ما بخليك تحكي أموال مش بخليك تحكي مشكلتكم أولاد أبو مازن جوانب الحواشي سأعطيك تفضل أولاد أبو مازن أحوالهم لكن أنت تقول لا يوجد صراع فساد لا يوجد صراع ديموغرافي بالنسبة لإسرائيل إسرائيل لا تخاف أي إسرائيل لا تخاف أي يعني هذا محاولة فاشلة فزاعة نحن ما بنخاف من الفلسطينيين نحن لا نريد العيش مع الفلسطينيين هل الله يبعدهم ويسعدهم وأنا أتمنى يكون عندكم دولة لكن هناك بعض الشروط أورشليم خط أحمر لاجئين خط أحمر القدس الشرقية لنا خط أحمر ما فيش واحد بيقدر يمشي فيها من اليهودي يقذر فيها ولا يمشي فيها ما يفاق انتهى يعني هو يتباهى إذا واحد يهودي تطعنونه يعني هذا إرهاب بالعنصرية لو سمحت لي بالعنصرية في التعامل أنت تعترف أنه أنت إرهابي لو سمحت لي بالعنصرية في التعامل في بلدية القدس وفي القدس نفسها أنت هي قسمت القدس إلى قسمين تعود خل القدس الغربية شوف الوضع كيف تعود خل الشرقية شوف الوضع لحاله قسم إضافة لذلك الوضع اللي أنتو القتل والأشياء الموجودة والمتطرفين أمثال بنت وأمثال ناس هذه اللي بدها تقودكو إلى الهاوية هي اللي وضعت هذا الوضع وفرضت لماذا إذن الإسرائيلي لا يجرؤ بالتجول في مناطق القدس الشرقية؟ لأنه بخاف
لانه بخاف. بقول لك بخافش لانه بخاف، لانه فيش امن له. فيش امن له. هذه اسمع قضيه صحيح الامن. صحيح هو صحيح. قضيه الامن هو بده مش عارف مش راضي يعترف فيها. نحن نخاف. هي حرب السنذات. انا معك يا حبيبي، هي حرب السنذات يا حبيبي. لما اسرائيل تنزل مئات الالاف بالسكين. لما تنزل، لما دولتك تنزل مئات الالاف من الجنود والشرطه في الشوارع. هو يقول لك بان الاسرائيلي يخاف بسبب عمليات الطعن. السكين. طيب انا بعطيك مثال. اليهودي يخاف على المعابر والحواجز. اسمع الملاحظة. طعن السكاكين. اسمع طيب من دواعش. هذول دواعش. طيب اسمعني بس والملاحظة. تفضل. جملة واحدة لم يبقى لي الوقت. الجنود على الحواجز والاف الجنود تفتش. لما باجي بصف السيارة بسأله شو عايش بدور؟ قال لي سكينة. قلت له يا اخي بعد المعبر بس في دقيقتين اول دكان ادوات منزلية والكنيون في القدس عندي فيه كل موديلات سكينة. لم يبقى بجملة. اردت جملة واحدة. نحن لا نخاف من اي صراع ولا ديموغرافي، وهم لازم يشوفوا حالهم في حالة فساد بالسلطة واقتتال داخلي، وإسرائيل ما خصبش. نعم دكتور إيدي كوهين خبير في شؤون الشرق الأوسط ومحلل سياسي إسرائيل، شكرا جزيلا لك. سيد منير صغير متحدث باسم أحياء القدس الشمالية، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام المناظرة اليومية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.